ارفعوا أيديكم عن فنزويلا ولا لانقلاب ترامب العسكري. شعارات حملتها تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض، التظاهرة التي غاب الإعلام الأمريكي عن مواكبتها، نددت بسياسة إدارة ترامب تجاه فنزويلا ورفضت أي تدخل عسكري أمريكي فيها. البيت الأبيض سحب دبلوماسيه كافة من فنزويلا، ورأينا بولتون يتحدث عن إرسال 5000 جندي إلى كولومبيا. إنها حالة من الفوضى تحاول إدارة ترامب خلقها في فنزويلا. أنا هنا لإظهار تضامني مع فنزويلا ووقوفي ضد التدخل العسكري لإدارة ترامب في شؤون الفنزويليين. تعكس هذه التظاهرة المزاج الجماهيري الأمريكي المعادي للحرب، مزاج انعكس أيضا وسط مجموعة من الرعايا الفنزويليين المعارضين الذين تظاهروا قريبا من البيت الأبيض أيضا، فهم أبدوا اعتراضهم على التدخل العسكري وطالبوا بتغيير النظام في بلادهم عبر السبل السلمية. كل ما نريده هو انتخابات حرة بوجود مراقبين دوليين وخروج مادورو من السلطة بالطرق السلمية. حالة البرودة التي تشوب موقف أركان الحزب الديمقراطي بعدم معارضة مقاربة ترامب تجاه فنزويلا قد تغري ترامب في الإقدام على تدخل عسكري في فنزويلا، وإن كان محدودا على أمل أن يخفض من حدة الانقسامات الأمريكية الداخلية. قد يقول البعض إن خيار الإدارة بشن حرب محدودة في فنزويلا قد يرعب الصدع في الداخل الأمريكي، لكن هذه التظاهرات أبرزت حجم الانقسام الحاصل في الولايات المتحدة إزاء خيارات الإدارة الأمريكية. محمد كريم، واشنطن، الميادين.